انا يا صفراوي اللي كيهضر معكم، اللي طلب التحدي مع نزار سبيسي على ود ندى حسي، وقادم ندير مع الكومبا فين ما بغى في اي بلاصه، نطلعوا لها عنده حتى الاكادير فين ما بغى، تنتحدى فين ما بغى، نمشي لعندو نمشي لعندو. وهشام الملولي تانتا يا راه تحديتك ساعه ما جاوبتيش، المهم اللي بغى الكومبا ولا شي حاجه راه كما قلت لك راه نضربك نهزك، المهم ما عندناش مشكل. نزار انا صحابتي غنطيف مع راجل ساعه، انت يا حلحلتي بالرجال، وانت يمكن اللي كيبان لي راك ماشي راجل، حيت انت خاصك تبوس لامك يديها لك كبراتك ورباتك، ماشي مشيتي لعند بنادم ماشي لا ما هي مرتك ما هي بنت خالتك ما هي اختك تتبوس لي يديها. صاحبي راه حشومه صاحبي هادشي، هذا راك طيحتي بالرجال صاحبي. ومجوجه السيده تتقول لك مجوجه وتتقول لا ما عرفناك اخويا، لا حمق لا بعقلك لا حتى شي لعبه. دابا اللي كنطلب انايا من المغاربه كاملين يبارطاجيو هذا الفيديو هذا وقابل التحدي ديالي لشي كومبا فين ما بغيتي نديروها نديروها. وجلست مع الملولي، جلست مع الاخر، جلست وجي في الاخر باس لي يديها، راه ما نعرف واش بغينا، نعرفوا غير هذا واش بوز ولا شي بغى يطلع شي بغى اللي بغى هذا ولا سير اخويا ياك ساس باغي تحب، واش غير هي اللي كاينه بنت؟ سير هي هذه كاينين المساكن كدا داير فيهم اجر ولا صافي هي لقيتيها طلع القناه البوز كدا دي صافي باغي تحد زعما باغي تجوجها باش تطلعوا شي في شي القناه كدا. هاد ندى حسي انا ما كنتش نعرفها غير فاش شفناها مول من الاول كيطيفوا عليا، دخلت كتبت ندى حسي قلت غادي نشدو انا من الدرسه اللي كتحرقوا، الدرسه اللي كتحرقوا هي ندى حسي، نطيفوا يا على ندى حسي نطيفوا على من ما بغيتي، انا ما عنديش مشكل، طيفوا على الفلوس على اللي بغيتي فهمتي، انا نطيفه مع على اي لعبه فاش ما بغيتي نطيفه. انك بغيتي تبيع كلوتك عليا على 40 مليون اجي انا نعطيك 40 مليون، يلا غير ربحني اجي ربحني نعطيك 40 مليون بلا ما تبيع الكلوه ديالك، وانت بعتي لنا الكلوه وحده اخرى تطلب لك 20 مليون تبيع عليا الفوتو لداخل، وتبقى غير الصالون خاوي عندك لداخل مو جوج دراهم. الا كنتي ضربتي الملولي باش تطلع البوز وتبقى تبان على عباد الله ما تبانش على بنادم فهمتي، حيت راه قال كل حقار تيجيب له الله حقارو، راه انفو راك انت غلبتي الملولي راه ما كانش عارف الدقه ديالك كيفاش، رانا غير ها نتايا الصغير 24 عام مازال سنان الحليب، والله يا اخي نضرب بنادم تنطير راه اللي كيتحدى، انا ما كنهضرش على المغاربه كاملين وغير اللي كيبغي يدخل اشباع اكثر اللي زاد الشوها، وهو اللي خرج نزار سبيسي تيبوس اليد ديال ندى حسي وتايا قال. ودابا بغيت دابا دخلنا عليكم بالله بعدا جيت هاد اللقيطه هادي تفكرت هاد ندى حسي، وانت ديما كتصوري بداك الايفون، واش غير انت اللي عندك داك الايفون؟ وانا خمسه بحال هادو كنهرسهم غير على مسبيتكم انايا، وغير تنشوف في اللايف ديالكم طا 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 تتسعروني تنصدق تاقب التليفونات بحال هكا تنصدق راتكم غير في الارض، وخمسه بحالو وما تتصوروش بهم، وهو فيا منجدك واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا وراك عارف فهمتي، ولاني راه حنا غير مليوحان التليفون ها باللي بغيتي بياتو لعبه. دابا 10 ديال التليفون بقاو تصوروا بهم اللي بغيتي بشي كاميرات ديال تايواند هايناند عباد الله، وما يبقاش بنادم يبوزي واللي ما عجبوش هو نعاودوا واحد القطاع عاوتاني لهذوك اللي كيسبوا في اللايفات، راه اللي كتسبوا في اللايفات واش امك ما دايرالكش كتقلب على 100 درهم الكونيكسيو، بنادم بارطاجي لك غير الويفي في التليفون وكاس كتخص الهضره وهادير غير الكونيكسيو بحال الناس، انت يا حقا جالس بنادم بارطاجي لك حقا والفيديو ديالك سير الله، راه كتسب اخويا غير امك، الا كتسب امي ولادها راه كتسب غير امك في اللايفات كلهم، ما كنهضرش غير عليا ولادها في المغرب كامل، باغي تسبني انا دير فيديو تسبني انا تحداني وجيب الفلوس، انا ما نطيفش معاك خاوي، انا راه نتحداك بما نعرف اجيب الفلوس، والله تنضرب على امك الا جوج زليف ديال البيصاره راه فيهم الثومه شتيها بالضربه بالطيره. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبا بك.